تحظى العلاقات المصرية والإماراتية باهتمام كبير من قبل البلدين على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتأتي العلاقات بين القاهرة وأبوظبي انعكاسا للتوجهات الحكيمة لقيادتي البلدين، وتتمثل في مواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، تلك هي العلاقات المصرية الإماراتية، ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم وجود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. وشهدت تلك العلاقات تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها. خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي وصل ذروتها خلال الفترة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكس ذلك في الزيارات المتبادلة والمتكررة لقادة الدولتين في إطار توطيد العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون في كافة المجالات. زيارات تبرز مدى عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، لتزداد عمقا ورسوخا في عهد الرئيس السيسي، ولتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات. وعلى صعيد السياسة الخارجية، شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. الرؤية المشتركة بين البلدين يتجسد بعضها في أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعوب، وصونا للسلامة الإقليمية للدول العربية، وحفاظا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها. ويتفق البلدان كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية، خاصة جهود مكافحة الإرهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.